صرح مدير عام الاداره العامه للمباحث والادله الجنائيه انه في اطار متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن اللجنه التنسيقيه لمنع انتشار فيروس كورونا فقد قامت الاداره وبالتنسيق مع وزاره الصحه باتخاذ عدد من الاجراءات القانونيه واغلاق عدد من المطاعم والمقاهي السياحيه بمحافظه العاصمه وذلك اثر مخالفتها للقرارات الصادره في هذا الشان. واشار الى الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانيه للتاكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازيه المطلوبه وتقيد الجميع بقرارات اللجنه التنسيقيه لمكافحه انتشار الوباء